ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على نصائح مهمة جدا جدا لنهاية الشهر لأصحاب برج القوس. النصائح دي هتكون مفيدة قوي قوي وتعتبر نصائح في الصميم لأصحاب برج القوس. لو خدنا بالنا منها هنعدل حاجات كتيرة وهتخلينا ناخد بالنا من مواقف كتيرة إيجابية ونخلي بالنا من الحاجات السلبية اللي ممكن نقع فيها ونتجنبها. أول حاجة احنا هتكلم عليها، محتاجين ان احنا نشحن نفسنا بالتفاؤل. كتير من برج القوس تفائل، جات عليه فترة من بداية النص التاني في موضوع خلاه يتفائل او مبسوط ان هو دخل الموضوع ده، او فرحان ان في حاجة سمعها حلوة او شافها كويسة، او مشروع بدأ يمشي فيه هيكون خير عليه. لكن رجع بعد كده الوضع عنده مش متظبط، يعني حاسس ان هو شوية بيعلى بالمود فوق جدا ومرة واحدة ينزل تاني. حاسس ان هو مش مستقيم في حتة التفاؤل او السعادة عامة. فالتفاؤل هو ده اللي هيخليك ان انت توصل للإيجابية، ان انت تبقى عندك حتة اقتناع تام ان ربنا مش هيسيبك تقع، ان ربنا هيعليك وهيخليك حاجة كويسة جدا. تاني حاجة ان انت تثق في نفسك ان انت مش هتزعل لو في اي حاجة، وتاني حاجة انت واثق في نفسك ان انت واثق ورامي حملك على ربنا. فمين اكتر من كده يعني، او في اي اكتر من كده انت ممكن يخليك ان انت تبقى مبسوط او متفائل؟ فلو انت عملت ده فانت ده هيكون يعني حاجة سر كده كلنا عارفينه، ولكن مش قليل او ناس قليلة اللي بتلاقيها مقتنعة بده. وده حقيقي، ده انا بلاقي ان ناس كتير قوي قوي قليلين ان هم مقتنعين ان هم يبقوا لما يكونوا واثقين في نفسهم ان هم رامين حملهم على ربنا فيبقى كده مالكين الدنيا. بلاقي ناس تقول لك برضو لا، وعندهم تشاؤم، وعندهم مش من برج القوس لكن عامة يعني. لكن انا بحب انصح برج القوس في النقطة دي ان احنا نخلي بالنا قوي قوي من حتة التفاؤل، ان احنا نكون متفائلين. ده اللي هيساعدك ان انت تكون شخص ايجابي جدا. تاني نقطة، احنا محتاجين برود اعصاب مش هدوء اعصاب. لا، هدوء اعصاب دي للناس اللي هي العادي كده، اللي حاجه او المواقف العاديه، لكن احنا محتاجين برود اعصاب. ليه؟ لان احنا هنقابل اشخاص، او في اشخاص ممكن يكونوا احنا عارفينهم سواء من الاصدقاء من العائله من ايا كان، مستفزين جدا جدا هنقابلهم. هيحاولوا يستفزونا، يقولوا لنا كلام شويه ممكن يكون قاسي، هنشوف حاجات غريبه، بنكتشف الاشخاص دي كاننا بنكتشفها لاول مره. فهيكون عندنا استفزاز كبير قوي، ممكن يوصلنا العصبية وان احنا نقول كلام نندم عليه بعد كده. لكن الاهم ان احنا يكون عندنا برود اعصاب عشان نقدر ان احنا نتمالك اعصابنا، ما نتعصبش، ما نتنرفزش، ما نحطش نفسنا في مواقف تكون تخلينا نندم بعد كده. كمان نقطة تانية، احنا محتاجين التركيز قوي قوي والتعمق في المواضيع، وان احنا نكون بنحاول نشوف الموضوع بصورة كاملة عشان ان احنا نعرف نركز، نعرف ندقق في الدنيا، ما نحكمش بشكل كبير، لان احنا برضو محتاجين جدا الصبر في القرارات وفي ان احنا ما نصدرش احكام على شخص بشكل سريع. فمن البداية اللي قبل النقطة دي ان احنا نكون عندنا نوعا ما من ان احنا تركيز، ان احنا نركز في المواقف اللي حوالينا، نركز في الاوراق اللي في ايدينا، بالذات في العمل اي ورق انت بتمضيه او انت ملزم بحاجة فيها حسابات، فيها حاجات زي كده، اشخاص بيخلوك ان انت تمضي على حاجات لازم تشوف الاوراق. يعني كمان في حاجة معينة اقولها، وبرج القوس هو ناصح في النقطة دي، ولكن ساعات بتروح منه او ان هو بيقع في مشكلة انه ما بياخدش باله. في ممكن اوراق انت بتمضي عليها يكونوا لازقين لك مثلا ورقتين في بعض، فانت بتمضي ورقة ومش عارف اللي تحتها انت بتمضي على ايه، او حاجات من النوعية دي ممكن تتعرض ليها. فلازم ان انت تاخد بالك من ورقة ورقة. ده كمثال في الحياة عامة، ولكن اللي بيمر بأي حاجة ورقية او فيها حسابات لازم يخلي باله قوي قوي من النقطة دي. عامة ده كمثال انت لازم تطبقه في حياتك عامة، ان انت تكون مركز في كل حاجة انت بتعملها، مركز في كل حاجة انت بتمر بيها، اي حاجة فيها مال، فيها وقت، فيها مجهود ليك، فيها تعب ليك، فيها حاجة ممكن انت تكون معرض او تسأل عليها فيما بعد كده،
فلازم تخلي بالك. تاني حاجة ده هيخليك او هيساعدك ان انت ما يبقاش عندك تسرع في ان انت تقول قرارات وترجع بعد كده تندم عليها، زي ممكن تقرر قرار انفصال، قرار انك تتجوز مرة تانية، قرار انك تعمل مشروع، قرار ان انت تقفل المشروع، قرارات من الحاجات اللي زي كده بشكل سريع وتندم بعدها. كمان ان انت تحكم على اشخاص، تحكم على اشخاص ان الشخص ده انسان مش كويس، انسان مش حلو، مش بنحبه، بنكرهه، شخص مش بيتمنى لنا الخير، شخص عدواني، شخص بيلعب بينا، بيتسلى بينا. فكتير برضو هتقابلوا الاشخاص دي، ولكن باصدار حكمكم السريع هتحكموا عليهم بالحاجات دي، لكن هم في اساس الامر هم مش كده. فدي برضو نقطة مهمة جدا يا برج القوس. حاجة تانية خلوني اقولها هتكون مهمة او نصيحة مهمة برضو لبرج القوس، وهي ان احنا النصيحة دي قلتها في الجزء الاول، هي ان انت ما بلاش انك تكون بتستعجل المال، عايز تعمل مشروع عشان تكسب فلوس، عايز تعمل باسهم مش عارف ايه عشان تدخل فلوس، تاخد فلوس اكتر، او ان انت لان برج القوس كتير محتاج مبالغ ماديه الفتره دي، ولكن مش عشان انت محتاج، انت ممكن تكون بتضيع نفسك او انت بتهدر المال بتاعك. فلازم تخلي بالك قوي قوي وتفكر في النتيجه قبل ما تفكر في اللي انت النهارده، يعني ما بلاش افكر في النهارده واسيب بكره، ده هيبقى ممكن يوقعنا في مشاكل طول ما انا مش عامل حساب قوي للنتيجة. كمان في حاجة مهمة برضو جدا لبرج القوس، ما بلاش يا برج القوس تحط نفسك مقارنة مع شخص معين. الشخص المعين ده ممكن يكون عنده، يعني ممكن يكون مثلا عمل حاجة جت معاه، جت معاه واسطة، مثلا انسان اترقى، ايا كان، ممكن يكون انت عندك اللي هو مش عنده، ممكن يكون انت قدامك فترة قليلة انت مش عارف بكرة يحصل فيه ايه، يمكن انت بكرة تبقى افضل منه واحسن منه بكتير. عامة خلاصة النقطة دي ان انت ما تقارنش نفسك باي شخص، لان انت مهما كان احسن منه. ومش بقول ان انت بتقارن نفسك بشخص يعني معناها عشان الناس ما تفهمنيش غلط، ان انت بتقارن نفسك بشخص يعني انت عينك منه او انت بتتمنى ليه زوال النعمة، لا. برج القوس هيبقى شايف شخص فيبدأ يقول انا عايز اعمل زي كده، ولكن مش باصص له، مش برج القوس مش وحشين عشان نبقى فاهمين، بس عشان اي حد بيسمع النقطه دي غير برج القوس ما يعلقش عليها. برج القوس مش وحش تماما، برج القوس لما بيشوف حاجه حلوه بيبقى عايز يعمل زيها، لكن ما بلاش ان احنا نعمل زي كده او ان احنا نبص للنقطه دي عشان احنا ما نقعش في الاخر، او احنا نتجاهل اللي في ايدينا عشان نعمل حاجه زي اللي احنا شايفينه. النقطه دي مهمه جدا، اتمنى ان هي تكون وصلت لكم بشكل صحيح. كمان حاجه تانية مهمه قوي لبرج القوس، وهي يا برج القوس ان انت في شخص بيحاول يزن في دماغك كتير، بيحاول ان هو يتكلم كتير، عايز يخليك تمشي في موضوع معين، انت ماشي في موضوع عايز يخرجك من موضوع عشان يدخلك في موضوع تاني. المهم ان الشخص ده زنان، بيتكلم كتير، بيحاول انه يشيلك من شخص تاني، بيحاول ان هو يتكلم على شخص قدامك عشان انت تشيل منه، عشان انت تشوفه انسان مش كويس، عشان 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 حاجات كتير قوي قوي. فهو شخص في زن في دماغك كتير، عليك انك توقف الشخص ده، عليك ان انت ما تسمحش ان هو يتكلم معاك على اي موقف او على الموقف اللي بيتكلم فيه او بيزن فيه. ليه؟ لان انت اللي في الاخر هتتعب نفسيا، هتتعب، هيكون عليك ضغط كبير نفسي، هيكون عليك كمان خسارة، هتخسر انت، وممكن الشخص اللي كان بيزن عليك هيطلع نفسه انه بريء وملك وانه ما قالش وما عملش، وان انت السبب في الزلزال، في الخراب. فده اللي بيحصل، فخلي بالك جدا جدا يا برج القوس. نقطة تانية يا برج القوس خلي بالكم منها الفترة دي عشان احنا مش حملها تماما، الاسراف، ان احنا نكون مسرفين، ده هيسبب لنا متاعب كبيرة على الشهر الجاي ودخلة الشهر الجاي. كمان نقطة تانية مهمة، احنا عندنا نجاحات، يعني مش معنى النصائح اللي انا بقولها ان فيها حاجات قفش لكن الدنيا ضغط وبتاع، لا، في نجاحات عندنا، لكن النجاحات بقى اللي انا هيكون موجودة، يعني ياريت نداري على نفسنا ونخفي اللي احنا بنعمله، وما نحاولش ان احنا نعرف، ولا اروح مثلا اقول لواحد او واحدة انا عايز اقول لك على حاجه، ده انا احسن من اي حد، ده انا عملت كذا وعملت كذا، بس ما تقوليش، ده انا بقول لك انت عشان انت حبيبتي، ده سر. فالنقطه دي برضو هتبقى صعبه جدا، لان الشخص اللي انت بتقول له هو برضو ممكن يكون هيبص لك في اللي انت بتعمله. فنحاول على قد ما نقدر ما نقولش لاي مخلوق لاي حاجه انت بتعملها او ماشي فيها او موضوع ناجح لحد لما الموضوع ده يتم او يخلص. عارفه ان انا طولت عليكم، ولكن هقول ان شاء الله اخر نصيحه.
ان انت عندك الوضع الاجتماعي مش مستتب، مش بالشكل اللي انت عايزه يا برج القوس، مش الشكل اللي انت بتتمناه، عليك ان انت اللي تصلح. لان اعذروني برج القوس بيتشد وعصبية او نرفزة، ممكن يكون انت سبب المشكلة، ولكن من كبرياء القوس وان هو بيبقى لا انا ما عملتش كذا، انا طبيعي كده. فالنقطة دي اللي موجودة عند برج القوس دي ممكن تسبب لك مشاكل. ليه بقول النقطة دي؟ لأن كتير من برج القوس اللي عاملين مشاكل مع أشخاص ممكن يكونوا قريبين منهم، أصدقاء، حد من أهلهم، زعلانين على فراقهم للشخص ده، ولكن عندهم مكابرة، يعني يقولك مش فارق معايا، ما يتفلق أو تتفلق أيا كان يعني. النقطة دي موجودة جدا، ولكن هم من جوه نفسهم هم زعلانين قوي، والزعل بياكل فيهم، ودي نقطة بتأثر جدا جدا على صحتهم النفسية. فبالتالي ده بيكون سبب كبير على ان هم يتأثروا بحاجات سلبية، سواء كسل، خمول، كتر التفكير بياكل منهم وبياكل وقتهم وبياكل من نفسيتهم وبيتعبهم كتير. فعلينا ان احنا نصلح حتى لو بشكل عتاب يا برج القوس. فدي كانت آخر نقطة لبرج القوس. بشكركم جدا، بتمنى ان انا اكون فدتكم. بحبكم جدا، وانتوا عارفين ده. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة، تفعيل الجرس. سلام.